عرفتو شحال انا موضرة تقريبا ساعة ونص و... شكرا. خاصني ناخذ لها شي كادو. عليكم كيف دايرين؟ كنتمنى تكونوا كاملين بخير وانتم كتشوفوا الفيديو ديال اليوم. فرجعت لكم فيديو جديد، فلوج جديد. ان شاء الله اليوم غادي نمشيو لبرج خليفه، ولكن هذه المره غادي نطلعوا ان شاء الله للقمه ديال برج خليفه. كيف ما شفتوا يمكن في الفيديو اللي قبل هذاك الفيديو الاخر، كنا مشينا لبرج خليفه ولكن مشينا غير لجهه النافوره، يعني ما طلعناش. دونك دابا بغينا نكتشفوا شنو كاين في برج خليفه من الداخل، ولا نكتشفوا المنظر اللي كلشي كيقول انه خيالي. يعني الا طلعتي لبرج خليفه طلعتي القمه ديالو، فكلشي كيقول لك انك غادي تدوخي وغادي تحمقي على داك المنظر. قلت علاش لا ما نمشيوش نكتشفوا كيداير، وفي نفس الوقت نصور لكم الاجواء. انا متحمسه بزاف، وانا صراحه كنخاف من العلو بزاف، ومع ذلك غادي نطلع ونصور لكم الاجواء تمايا. فما نطولش عليكم ويلاه معايا. كيف ما كتشوفوا لبست هاد التيشيرت، صراحه عجبني اللون ديالو زوين. كنت وريتكم فاش مشيت نشري الحوايج، ولبست هاد السروال تاي اوت بيان سور. لبست معاهم هاد السبادغي اللي فيها الغوز، جاتني مع هاد الصاك. هاد الصاك كانت جاتو لي صاحبتي وجدان لانيفرسير ديالي، ويلاه كتاب انني نهزو. عتي راه باقي جديده وجدان، من نهار جبتي ليا من شهر 10 ما زيتوش، لحقاش ما كانش عندي شي حاجه في الغوز لبسها معاه. وسبحان الله يلاه كتاب انني نهزو وصافي. هادشي اللي كاين.
وحنا يلا وصلنا لبرج خليفة دابا ما شاء الله. نطلع لكم شوية الكاميرا الفوق تقويناتكم. تبارك الله ما شاء الله غزال كيحمق. ودابا يلا غادي نطلعوا ان شاء الله الفوق غنوريكم الدنيا هنا كي دايره. وملي ندخل اكيد غادي نصور لكم هذا المكان. المهم حنا يلا دخلنا دابا باقيين كنتسناو في قاعة الانتظار وانا كنلعب مع الفنيكيش ديالي زين حبيبي الغزل ديالي اخ الغزل ديالي فنانين ماما فن غزالة حبيبي زين غني 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 ما شاء الله ما شاء الله تبارك الرحمن. ايوا واش غادي نقول لكم صورت لكم الدنيا على برا وغزلان كتقول لي يلا ندخلوا يلا ندخلوا صاحبتي راه كيتسناو فينا يلا ندخلوا. كنقولاتي بلاتي صوريناه هنا صوريناه هنا عاتي الدنيا غزاله على برا يعني ما قدرتش نسخه بها نهائيا بغيت نتصور نتصور وندير في الفيديوهات لقاش فريمون حمقتني الدنيا. ودابا ان شاء الله غادي نطلعوا الفوق باش غادي نصور لكم الاجواء. ما حد باقي شويه الضو باقي ما طاحش طلع. احنا غادي نطلعوا خديجه كلشي كيصور مستعدة مستعدة يلا انطلاق غادي نطلعوا الفوق كاع من غير المصعد. بسم الله طريق السلامة غزلة يلا 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 شحال خاصنا دابا من دقيقة باش نوصل؟ دقيقة ونص. دقيقة ونص خاصنا دقيقة ونص باش نوصلوا الفوق فماشي بزاف يعني دغيا غادي نطلعوا واحنا طالعين احنا غاليين شكيت كتشطح ها ما حسيتش بوالو حاليا والله والله الحين قاعد احس او والله ما فين غادي غادي عاد نروكم طالع الفضاء احنا طالعين الفضاء من ودنية كتحسي بحال غادي تسدو عليك بحال الطيارة بحال الطيارة سبحان الله العظيم والله تتسدد تسدو ليا ودنين هذاك ما طراش ليا كيف ما طرا ليا في الطياره. دابا حنا عاد في 25 ساعه جات مثلا يلاه وصلنا شوفوا 53 ودغيا غادي طار عرفتوا الودنين وخلاص يوصل 100 ويخف ها خلاص حنا وصلنا وصلنا دقيقه بالضبط دقيقه ثانيه وصلنا رسالتنا we
ما شفتو طلعنا وصورنا الاجواء صراحه اجواء خياليه كتهمق ولا في الاحلام بالنسبه لي انا خطيره عجبتني ما شاء الله زعما ما شاء الله تبارك الله هاد الناس واعرين طورين بزاف وما مخلاو لي ما نقول حقاش حاجه كتلفك في الاخرى فانا عجبني الحال كيبان منظر خطير يعني كتسقي عويناتك وكتحسي بواحد الراحه نفسيه ملي كتشوفي بحال هاد المناظر فهادشي اللي كاين دابا يلاه نزلنا وغادي نخرجوا نتمشاو شويه من بعد غادي نجلسوا في شي بلاصه ان شاء الله العوديه خليها دابا هكا لا من الاول سلام لاباس كي دايره صافا الحمد لله كلشي بخير بغيت نسولك نعم تفضلي شنو هو الاحساس ديالك دابا ملي جينا عندك ومنسينك وكنخرجوا ندورو اونصوم الاحساس هو انه احساس جد رائع خاصة ما كتكونيش شايفة يعني 6 سنين والحمد لله قولي المهم ما كتكونيش شفتي تقريبا 6 سنين وانتي في الغربة وما شفتي حتى شي حد يعني من اهلك ولا من اصدقائك اللي عايشين يعني كتحسي بشي حاجة يعني كبيرة بزاف بالنسبة هادشي ماشي تمثيل ولهذا يعني هادشي سبحان الله يعني فطر يعني تخيلوا دابا انت غادي يجي عندك شي حد اللي انت في الغربة والسنين ما هبطتيش لبلادك ومن غير يجي عندك شي حد شنو غادي يكون الاحساس ديالك كتشمي باري بس ما كملتش كتشمي فيه ريحة ماماك فيه ريحة الواليد فيه ريحة اخوك فيه ريحة ولدك فيه ريحة يعني احساس واحد. سؤال ثاني تفضلي بعض المنتقدين على قناتي ابغ الانتقادات البناءة كاينين انتقادات اللي سلبيه بزاف كيقولوا ويلي كنتو تحشموا على هارادكم جايين هاجمين على السيده علاش ما تشدوش في فندق وانتم مبرزطين السيده جالسين عندها هاد المده جواب خليني انا غنجاوب بلاتي باقا ما سولتش فالسؤال ديالي هو اول سؤال واش حنا منتقلين عليك ثاني سؤال واش حنا اللي قلنا لك نجلسوا عندك ثالث سؤال شنو الحل اول سؤال اول جواب الله يعطيني وجهك امين الله يعطيني قدرتك على ان واش متقلين علينا هذه خلصنا من هذا الامر السؤال الثاني بالنسبه لي كتقولوا متقلين علاش اختي حنا متقلين بالنسبه لا علاش جالسين علاش جالسين عندنا اول حاجه اللي كيعرفوني جداد القدام والجداد ما عرفتش كتعرفوني راجلي مسؤول على هذا الشيء ديال الفنادق يعني ما غاديش نقولوا يعني مهم فهما اصلا كانوا باغين يحجزوا فندق ولقى لهم راجلي فندق وكل شيء لكن في الاخر انا كاينه الغرفه وانا جالسه غير بوحدي وبالنسبه حيت انا كندخل نقرا شي تعليقات ديالها لقيت ويلي كتدوري بالبيجاما حدا راجله اول حاجه باش غادي تدور شنو غادي تلبس تلبس الجلابه ثاني حاجه لبسنا الجلابه اختي داروا لينا حاله لا انا نكمل ثاني حاجه البيجاما كنظن انها في جميع البيوت المغربيه وانا راجلي عايش معايا مغربي يعني عايش معايا مغربيه والتقاليد اللي كنعيشها في الدار يعني 99% يمكن تقاليد مغربيه فشنو بغيتي تلبس هاد البنت اول حاجه البنت مازال صغيره انا راه في عمري 32 سنه طالعه في 33 سنه واصلا عزير ما كيعمرش ما كيجي حتى ل 11 الليل 12 الليل كيلعب كينعس حنا كنكونوا حنا دخلنا لبيتنا ونعس يعني حيت لقيت بزاف ديال التعليقات اللي كيقولوا ويلي لابسه بيجاما لا وانا مرتو كنلبس كنخرج انا وياه لابسين عادي يعني البنات هادشي جد عادي يعني علاش في دارهم شنو كتلبس ولا ما كتمشي عند خالتها ولا ما كتمشي عندها صافي راه وحده من العائله راه هادي راه اختي الصغيره يعني راه بينها وبين ولدي راه 5 سنين فاللي بغينا نشرحوا لكم هو انه انا ما حطيتهاش امر امام الامر الواقع وقلت لها اختي احنا جايين نجلسوا عندك لا لا انا راه اصريت على الفندق البنات بالعكس يعني عندي كل شيء يعني ننسوها شفنا لها شحال من فندق شحال من فندق وكل شيء وانا يا حشمت في الاول نقول لهم يعني اجيو عندي فهمتيني يعني حشمت ولكن في الاخر يعني قلت لها شوفي يعني دابا نتوما جايين اصلا انا غادي نتعذب واش فهمتوني وهي حتى هي غادي تتعذب غتبقى جالسه في الفندق بوحدها وانا جالسه بوحدي يعني سير هزها سير
فاللهم احنا فتك حيدنا هذاك الحاجه صح ولا لا؟ جلسه معايا مو نساني انا كنجلسي بوحدي في الدار انا وولدي، علاش دابا من غادي تجي ماما؟ ونسيت واحد الحاجه بالنسبه اللي كيقولوا لي باغا تطلعي قناتك، يعني انا يا غادي باغا نطلع كيقولوا لك انت باغا تطلعي قناتك وكنزه باغا تستافد منك دير لك الاشهار وتجلس عندك في الدار فابور. لا الهضره ما كايناش، انا غادي نفهمكم هذا حيت لقيت بزاف ديال التعليقات. اول حاجه كنت باغا نطلع قناتي كنت لقيت باليوتيوبرز اللي كاينين هنايا في الامارات. اوكي اوكي، شحال يعني شحال من وحده وكنت انا متلصقه غادي نتلصق في الاخوات اللي كاينين هنا في الامارات، والحمد لله دوك الاخوات كلهم عارفيني انا شاده تقاري الحمد لله. هذا ثاني شيء يعني، وثالث شيء يعني انا باش نطلع قناتي غادي تجلس معايا كنزه وما يعني ما شاء الله جايبين مده طويله مثلا غنخليهم يجلسوا معايا هذا الشيء كامل على ود باش نطلع القناه ديالي، يعني رب العقل. هانتوما دابا كون دابا هي جات غتقولوا لي علاش ما عرضتيش عليها وعلاش ما درتيش وعلاش ما استقبلتيهاش وعلاش وعلاش وعلاش. عرضنا عليها استقبلناها جات عندنا للدار منتقدين، يعني بصراحه اتقوا الله، راه هاد الهضره اللي كتقول راه حشومه وحق الله، راه بنادم راه كيضر، راه كتضر في قلبه بزاف. يعني بحال البارح كنزه شحال بقات كتبكي بزاف 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 حيت جاها شي هجوم يعني خايب في التعليقات، يعني تخيلوا يعني انها اضطرت انها تسد الكومنتس. علاش هاد الشيء وبدون يعني ما كاين حتى شي سبب؟ انا مرتاحه وراجلي مرتاح وحاجه وحده وراجلي انا ما باغاش وغاي حمق ان احس بيا انا فرحانه داخليا وخارجيا، حيت عارفني انا يا محرومه يعني من بزاف ديال الحوايج، فهو مسكين كي يعني داير فوق الاستطاعه ديالو باش نكون انا فرحانه. المثابه ديال الوالده، بغيت نخسر لك الميكروفون، مثلا الوالده ديالي انا ماما وصتني عليهم، خويا وصاني عليهم، يعني فكره انني نطلع القناه هذيك راه من يعني كنت طلعت القناه غادي نمشي عند اليوتيوبرز اللي بدون ذكر اسماء وقالوا لنا نتلاقى وهذا وما مشيتش، يعني راه الضيف راه هذا راه بنادم راه جاي انسان، وانسان راه جاي عندكم من عرفتي شحال ديال الالاف ديال الكيلومترات، يعني بحال في الفيديو في من كان جات اليوتيوبرز اسماء بيوتي قبل كنتو كتقولوا لي علاش ما شتيهاش علاش وعلاش ما تمشيش وحشومه وهذا وهذا وهذا، يعني وهذه اصلا انا وياها علاقه يعني في انستغرام ديما كنا كنهضروا، ماشي داعي انني ضروري كنهضر مع اي وحده. راه كنقول لكم بحال انا الاخت ميزه كنهضر معها واش كنقول لكم انا كنهضر معها، ولا الاخت نواره انا كنهضر معها واش كنقول لكم انا كنهضر معها؟ لا، داكشي كيجي سبحان الله يعني سبونطاني، هادشي اللي كاين كنحماق عليكم الله يسهل ما خلق الله يسهل على كل شيء. والحمد لله انا يعني صح انني انا قناتي يعني اوكي، يعني الحمد لله الناس راه كيتابعوني. شنو كيجيوك في التعليقات؟ تبارك الله، لك يعني تبارك الله غزلان وتبارك الله كنزه جات فلا جات شي حاجه راه مرحبا بها، راه ما كاين حتى شي واحد بدا من والو صح ولا لا؟ بيناتنا بيناتنا يعني وبينات عاوتاني انا لشي واحد بغاني عاوتاني ندعمو يستاهل انا غادي ندعمو، يعني كون كانت كنزه يعني كون كانت كنزه ما عارفانيش انا كي دايره راه ما غاديش انا كنزه راه من نهار راسها كدير شي حوايج كنلقاها حطات في صندوق الوصف حطات بلا ما كنقول ليها صح ولا لا؟ لا والله ما كتقول لي علاش لحقاش ماشي صاحبتي، حقاش انا كيعجبني المحتوى ديال داكشي اللي كدير، انا متابع من المتابعين ديالها، يعني انا كيفاش تلاقينا في اليوتيوب راه متابعه تلاقيتهم يعني اليوتيوب هو اللي جمعنا. انا كنت كنتابعها من شحال هذه قبل ما ندوي وقبل ما نتعرفوا كنت كنتابعها، وملي تواصلنا باغازار ما كنتش عارفه انها الشخص اللي كنتابعها، فحتى كنتفاجئ كندخل كنلقاها راه هي اللي كنت كنتابعها واللي كنشوف صدفة احسن من الف ميعاد. داكشي اللي كاين اسمحوا لي نطول، يلا نكملوا الفلوغ نكملوا الفلوغ شي ناكل اختي فيه الجوع والله الا فيه الجوع، راه ربي كيدير وخالتي راه من اطيب خلق الناس اقسم بالله العلي العظيم والله حتى طيبه انت طيبه الحبيبه والله حتى طيبه، وانا ما عندي علاش تقولوا لي الحس الكابا ولا داكشي، ما الحمد لله عايشه بخير ما ناقصني حتى شي حاجه، ما خاصها حتى حاجه يعني الحمد لله ما كنتسنى منه حتى يعني حاجه، يعني ما كنتسنى منه حتى شي حاجه، انا اصلا قناتي وهذا راه تبقى طالعه بشويه 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 بشويه، لكن حنا ما كنتسناو منك والو اختي، احنا ريحه البلاد ريحه البلاد هادشي ما كاينش احسن من هادشي، والقلب البيض والقلب الطبيعي كتعاملني بحال بنتها، يعني بحال ماشي داكشي لله الحمد لله، ماشي عنتي حبيبه ديالي كلشي انايا مع الناس بحال هكا والله العظيم ما كنزيد شي حاجه والله اللي ما كيعرف خالتي خديجه والله حتى غلط سبحان الله، الواحد يمكن نتوما كتشوفوا عليها شوفه كي دايره
لكن يعني كنت تقرب ليها واو 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 سعدات بنيتها بها بصراحه. لا هما انا نقول لك الصراحه كلهم كيبغيوني كلهم كيحماقوني انا بدا كيجيني تعليقات كلشي لولا اني التقيت مؤخرا بناس عطاو واحد الفكره غالطه وانا كنت اسف للناس اللي كيتبعوا الموجه راه خايبه انك تبعي موجه وما عارفاش الديتاي ما عارفاش علاش ما عارفاش كتزيدوا على راسكم بالذنوب اما حنا راه كتنقصوا علينا الذنوب وكتزيدونا الحسنات حق الله ايوا صافي هادشي السيده باغا تحضر بنتي غزلان اجي ونقدوها من هذوك النصابين حنا نصابين شو ما يلا حنا راه دارنا بحال الزاويه كتستقبل بزاف ديال الناس وما كنحاسبوش الناس ومرحبا بهم وفي اي وقت واللي بغى يجي حتى دابا ان شاء الله نكون تما مرحبا به كنسد الباب المول تبارك الله حتى الدنيا غزاله شوفوا تما دايرين بحال قلتي دبي مقلوبه ودايرين فيها الضوا وزعما دبي بالليل مقلوبه زوينه هذاك بارك ان شاء الله نجي ليه وندير لكم فيه فيديو ولكن ماشي شي بارك الكبير ان شاء الله غادي نمشي لاكبر باركين هنايا في دبي وغادي نصور لكم شي فيديو يكون خطير غير عليه هو بوحده فهادشي اللي كاين دابا غادي نمشيو ان شاء الله باش ناكلو نديروها مها لحقاش فيه المود ديال الجوع ومن تما عيطت لزيهان حتى هي غادي نتلاقى مع اختي غادي تجي عندي واقيله ونتلاقاو ديك المره ما بانتش معايا هاد المره نقدر نبينها المهم ديك المره ماشي ما بغاتش تبان غير قالت لي كنزه كون علمتيني ما بقات دابا مصايبه خليتها على خاطرها ما كتبغيش هي تبان بزاف في الكاميرا صافي هذا ما كان نمشيو ناكلو اول حاجه عاد شنو غناكلو هاد المره واش اكله اماراتيه ولا غير برجر ولا شي حاجه خفيفه لكن صراحه انا مشهيه ما كدب وقيلا غناكلو غير هو بركه عليا فيه المود ديال الجوع مشهيه ناكلو توحشتو نتوما عارفين اللي في المغرب كنت كل ساعه ناكلو دابا ما بقيتش الصحه والعافيه انه تمساح يفترس كتوحم توحماتي اختي اليوم انا ما اقدر علاش توحمي لينا عاوتاني راه جيتي توحم اليوم صحه داري تشوفي كي كنزومي لك على الماكله هاتو بابا انا وهاتو بابا انا المهم حنا يلاه تعشينا دابا خليت ماما معاهم عرفتي بزز باش تسليت باش بعد زعما على غزلان انا دابا غاده وصراحه ما عارفاش حتى فين غاده كندور في المول ومع المول كبير يعني ممكن نتوضر انا عندي النمره اماراتيه خديتها باش بحال هكا الا توضرت لا قدر الله نعيط ليهم دونك ما عندي مناش نخاف فمن هذا الشيء كامل غزلان تبارك الله وصلت ل 48 ألف متابع وكنضر اليوم ما شاء الله تكمل 50 ألف فقلت ضروري خاصني ناخذ لها شي كادو نفرح بها انا دابا كندور في المحلات باقي ما بالي حتى محل كاين هنايا ديال الدراري انا غادي نقلب على شي محل باش ناخذ لها الكادو وصراحه ما عرفتش شنو غادي ناخذ لها مع هي
لا طاي ديالها ما عارفهاش، خصوصا انها حامله دابا كلشا كتكبر، دونك باقا تالفه ما عارفاش شنو غناخذ لها بصراحه. فما نطولش عليكم ويلاه معايا نشوفوا شنو غادي ناخذ. لا لا غزال دابا من سيفورا فرحانه صراحه. شوفوا درت واحد البلوز من فوق هاد لاكار، دابا رجع ناخذو ديال ديوغ واعر تقريبا داير شي 167 درهم اماراتي على ما اظن. مهم مشيت لسيفورا كنقلب اش غناخد اش غناخد اش غناخد، وقلت غناخد لا الماكياج، وانا شايفه سميتها عندها الماكياج كامل، دونك ما كانش عندي حل اخر، قلت اجي ناخذ لها بارفان. بارفان بيان سور غيكون عندها، ولكن يعني ماشي نفس الريحه فهمتي، يعني غيكون عندها بزاف، ولكن نجيب لها وحده جديده بريحه جديده وكل شيء. وخديت جوج عكوره، واحد ليا واحد ليها، مع شفتها قبيله هاد العكر اللي درت عجبها، جبت لها واحد تقريبا نفس اللون ديال هذا. وصافي هادشي اللي كاين. انا دابا غادي ندير لها الكادو، كيف ما شفتوا في الفيديو انا الكادو كتبوا فيه سميتها غزلان، قال لي واش بغيت نكتب لك سميه ديال غزلان، يعني اي سميه، قلت ليه واخا كتب لي غزلان، هيجي كادو غزال، يعني البارفان مكتوبه فيها غزلان، واو شحال زوينه. انا دابا كنقلب من غنخرج، ما عنديش ادنى فكره فين غاده، المهم غير غاده تغنطلق معاهم. عرفتو شحال انا موضره؟ تقريبا ساعه ونص ولا ساعتين ديال المقاله وانا موضره كنقلب عليهم، وكنعيط على غزلان ما كتجاوبش في التليفون طافي ليها، عيطت في نمرتها الثانيه طافيه، وانا عندي غير نمره غزلان، وماما ما عندهاش نمره، ومن الصباح وانا كنصوني التليفون طافي. وقلبت اليوم دايره معاهم حدا النافوره، قلبت تعيت بردت تغديدي والو ما كاينينش. صافي وانا نقول اجي شنو ندير، والله حتى نمشي نجلس بشي قهوه ناكل شي حاجه ترجع فيا الروح، وديك الساعه يحل الله. ونيت داكشي اللي درت، وملي جلست في القهوه عطاوني الويفي ديال القهوه، صافي ديك الساعه وانا نصيفط لها ميساج في واتساب، والحمد لله لقيتها تشدات ليا. ونقول لها فين كجي انا بعدا فين غاده، انا ما عارفاش راسيتي فين غاده وداويه معاكم. ونقول لها انت فينك، راه من الصباح انا كنقلب عليك وهادي وهادي، هي تقول لي جي رجعي عندنا حدا ماكتو فين فين خليتينا رجعي، وانا كوني صحاب ليا غيكونوا هنا راه نديرها من الصباح، ولكن اصلا ما كانوش هنا، غير قالت لي هنا قرب لينا نتلاقاو، لقاش هما كانوا حدا الكواريوم. وتبارك الله ما شاء الله المول كبير، واخا ضلي تقلبي على بالليل ونهار ما تلقايش، راه المول ديالنا حنا مروكو مول، وتقلبي فيه على شي واحد وما غتلقايش علم الله. قالك هذا مستحيل تلقايه، والله مستحيل. والحمد لله بعدا لقيتها في اخر لحظه، واخيرا وصلت. غدا نزغرت وغدا نشطح العلوه وما عرفتش شنو غندير. عرفتوا البنات اختفات يا ويلي شحال قلبت عليهم، والله حتى رجلي طابت. المهم اختي المهم هادشي كامل من اجل باش نشري الكادو، نقول لك مبروك 50,000 ابوني. يا لا لا سوري هم اللي ما فيش اللي انا صفر ابوني، حاجه زوينه. صفر ابوني ها؟ ما فيش اللي صفر ابوني، لا ما فيش صفر ابوني. هلا قال لي ما كاينش كادو صفر ابوني، طلع عزير ما كاينش كادو صفر ابوني. اوه لعبتي اوه عاتي ادي شبعو ملي يروي بزز باش اختاري تريحه. لا لا دوقي صعيب. ميرسي ميرسي وحلا تشوفوا واحد الحاجه غتعجبك.
لما حلاش دابا لا خاصك تحلى بغيت نصور بلوغ لا خاصك تحلى فواحد الحاجه راه ماشي هذا هو الكادو زيدي مازال اوه شو بنت هادشي اوه لا لا شوفي شنو مكتوب هنا مكتوب لا بارفان سميتها شوفوا غزلان ليك مح مح والله غزلان البنات لانكم لانكم مثل غزلان غزلان والله خديت وخديت لك العكار اللي عجبك خديت لك شوف ميك اب فوريفر اوف 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 صحة وراحة لا هذه قوية الحركة قوية جدا 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 شمي ريحتها زين ريحتها فنانة شكرا حبيبة ديالي لا يخطيني عليك لا يخطيك عليا ويخطيني عليك الله فيك واش شوف راه بقيت عاقلة لا لا ديالي اهل ديالي هادي سمحي ليا انت لا لا الشمبة باش نخلط اوه زوينة خطيرة هاي دوارة صافا كادو ديالك جاي في الطريق ولكن ماشي دابا قرب عيد ميلادك